Oke guys, kita akan mencoba Isak, Isak dan Bono, 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 ya, ya iku Bono. Guys, 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 guys. Oh, lawan suwe guys. Suwe guys, guys, lawan suwe. Tunggu guys. Woi, 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 woi. Login. Oke, langsung gas. Langsung, langsung. Langsung. Lawan masih mengotak-atik skema pemain. Kita tunggu saja, guys. سيداتي أنساتي سادتي أحبائي في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا في مباراة اليوم، أجواء جميلة قبل كل شيء. اللقاء سيقام في طقس رائع جدا بصراحة، جو كورة، جو يساعد اللاعبين على التألق، لذلك نتوقع أن نشاهد كرة قدم ممتعة. حديث للاعبين، يلا أعطوني ما لديكم، قدموا الكرة القدم اللي ننتظرها اليوم. يا إلهي، مباراة أخرى داخل هذه المباراة، مشتعلة الأجواء في المدرجات، الجماهير لا تهدأ، الصخب عالي في ملعب رائع، واحد من أجمل الملاعب العالمية على الإطلاق. لم يفوتك الكثير إذا بدأت المتابعة في هذه اللحظات. تمريرة غريبة في مكان خطير، يجب أن نشيد هنا بالدفاع اللي منع الهجوم رغم الانطلاقة اللي كانت تبدو واعدة وتشكل خطر كبير جدا لولا تألق هذا الخط الدفاعي الرائع. لوكشو، مباراة بدون فرص، واضح أن الحذر مسيطر على الفريقين في هذه المواجهة. يلعب كرة للجانب الأيمن، يعرف أنه كان عليه بذل مجهود أكبر في التمرير البينية حتى لا يقطعها الدفاع. خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. مبابي يلعب كرة رأسية، الله على هذا التألق، على هذا الحارس، على هذه المباراة الكبيرة اللي يقدمها الجول كيبر.
ردة فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات، يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. كوستيتش كالولو تونالي، لمسة بينية عند المساحة الخالية على الضربة الرأسية يبعدها عن مناطق الخطورة. كرة من جهة اليمين، ميسي، مباراة بشباك نظيفة حتى الآن. ميسي، كايل ووكر، برونو فرنانديز يستلم الكرة من الخلف. انيستا، سيرخيو راموس، بوسكيتس، نايمار يلعب كرة على اليسار، غريزمان يعود بالكرة للوراء. ها هي التسديدة الكرة الخطيرة. إيزاك، بوسكيتس، كايل ووكر. شوط أول في طريقه لأن ينتهي، تعادل لا يزال مستمر، صفر مقابل صفر. ميسي، سيرجيو بوسكيتس، بوسكيتس، بوسكيتس لم يعرف كيف يرسل تمريرة بينية سليمة وعرضية. أليكس غريمالدو يعلن حكم المباراة إذا نهاية الشوط الأول. That was the first half. Let's hope the boys can turn it up for the second. سنتابع معا أحداث الشوط الثاني. 45 دقيقة أخرى لفك الارتباط بين الفريقين بعد الشوط الأول. كانت الكلمة في برناردو سيلفا، والكرة بعد ذلك فيها تسلل. ماركينوس، كايل ووكر، ميسي، برونو فرنانديز، نيمار، لوك شو، كايل ووكر، سيرجيو بوسكيتس، لمسة على اليسار، معه الكرة ولديه المساحة ليشكل خط. كرة رأسية، تسديدة أخرى، كرة في المرمى، جدا من القائد، هدف يزيد من ثقة الفريق، هدف يخلي الفريق عنده أفضلية أكثر. لمثل هذه المواقف تحتاج إلى مثل هؤلاء اللاعبين النجوم وأصحاب الشخصية القوية. الكنترول كان خيالي، ثقة غير عادية في استقبال كرة، أي استقبال، أي ضربة، أي هدف، أي مهارة يا حريف. تغيير كل شيء الآن، أصبحت النتيجة 1-0.
تونالي يلعب كرة بينية. برناردو سيلفا في موقع التسلل. إنييستا. كيليان مبابي. كرة عرضي أنتوني غريزمان. بعيدة تماما عن المرمى. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. عليهم الاستمرار في المحاولة والهجوم. تقدم للأمام دائما أمر جيد. الأمور تصبح مثيرة الآن. نيمار. برونو فرنانديز. فلسفة المدرب واضحة من خلال اسلوب الفريق في الملعب. أتمنى أن لا يدفع الثمن على جرأته الهجومية. إنييستا. تونالي. تمريرة جميلة. يفضل إعادة الكرة إلى الخلف. تونالي فشل في اختراق الدفاع بكرة بينية. برناردو سيلفا. حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة. لقد كان بالإمكان أفضل مما كان. ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا. يلعب كرة على اليسار. كرة للجناح. مرت البينية بشكل جميل. وصلت إليه. برناردو سيلفا. يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. اعتراف في وقت مثالي. أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم. الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام. مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. تدرج كروي رائع. تمريرات سريعة وقصيرة. لوكشو بفارق هدف يقترب الآن من تحقيق الانتصار. Substitution on the field. Number 11. Neymar. Number 5. غوارديولا. لمسة على اليسار. تدخل جميل واعتراض أجمل. كارلس بويول. من الواضح جدا جودة الفريق في التمرير. بيدري. فرصة سانحة للتسديد. أعتقد أنهم يراقبون الساعة الآن في انتظار صافرة الحكم. يلعبها على اليمين. كايل ووكر. تمركز أهم صفة للمدافع. رائع جدا في توقع مسار الكرة. مبابي. بينية جميلة. ثم الكرة العرض. ضربة رأسية. والكرة في الشباك. جول. المدرب يعرف أنه مع الضغط يكون هنالك أخطاء. مع الأخطاء يكون هناك مساحات. مع المساحات هناك فرص. مع الفرص هناك أهداف. تغييرات عديدة الآن. نلعب في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة وأصبحت النتيجة هي التعادل. ثانية يبحث عن زميله. فرصة هجوم معاكس. يلعب كرة على اليسار. قد تكون هذه فرصتهم. مبابي. يطلق الحكم صافرة لإنهاء المباراة. في رأيي الشخصي فإن الجميع استمتع بمباراة اليوم. كرة حلوة. أداء كبير. مستوى عالي. وإثارة كانت موجودة.
Isa. Guys. Suwi guys, login ya guys. Guys. Bisa stabil. Basmi. كتاب باسمي. ليلة صافية رائعة، جو كورة اليوم، جو كورة يا جماعة. لو كنت مكان لاعبين راح أسجل هاتريك في مباراة اليوم. كل شيء جاهز لمتابعة ممتعة. يا إلهي على هذه الأجواء الجميلة، منتظر كرة قدم ممتعة اليوم. ننتظر أن نشاهد عمل رائع من اللاعبين، يكون فيها أهداف، فيها متعة، فيها إثارة، فيها مستوى عالي، فيها كورة رائعة. هذه الأجواء هنا في المدرجات، الجماهير تضيف لمسة رائعة على هذا الملعب. يا لها من كرة، شوف اللقطة، ما هذه الكرة التي لم تكن في الحسبان؟ هدف عكسي يسبب الحرج بالتأكيد. يا له من خطأ مؤسف جدا. هذه رمية تماس. إنييستا.
من الواضح جدا جودة الفريق في التمرير. كوستيتش، كوفازيتش، كرة إلى الجناح، تمريرة لم تكن دقيقة. الركنية الأولى في المباراة. نيمار يحاول إبعاد الكرة. كالولو، إنييستا، ماركينوس، ميسي، كايل ووكر. باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. مبابي، الكرة داخل الشباك. قوة كبيرة وشجاعة أمام المرمى. هل شاهدتم هذا السيناريو من قبل؟ هدفين متتاليين، يا لها من كرة. الضغط يولد الأخطاء في عالم كرة القدم. إذا ارتكبت الخطأ هنا يعني الخطورة ستكون موجودة بلا شك. العقوبة بعد ذلك كانت بهذه اللقطة وبهذا الهدف. هدفين مقابل لا شيء. المباراة أصبحت أسهل بعد تسجيل هدفين. بالتأكيد أنهم سيحاولون فرض المزيد من السيطرة، من القوة في هذه المباراة، وأيضا البحث عن مزيد من الأهداف. كانت انطلاقة واعدة نحو المرمى، دفاع كانت له الكلمة الأخيرة. ميسي، برونو فرنانديز، متأخر في النتيجة لكنه يقدم مباراة قوية وقادر على العودة في المباراة بكل تأكيد. لمسة بينية، مبابي، تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب، يلعبها قوية. يا له من تصدي، يا له من حارس مرمى، يا لها من ردة فعل جميلة جدا. غوارديولا قام بما هو عليه مطلوب منه بالضبط، ولكن حارس المرمى يتمكن من إبعاد الخطر. لم ينجح في استغلال الضربة الركنية. برونو فرنانديز، كوفازيتش، ممتاز في التمرير، والآن فرصة موجودة. مبابي، يا سلام، كرة جميلة جدا في المرمى. إيش من كرة، من تألق، من أداء كبير، من ثنائية في ظرف دقيقتين. الكنترول كان خيالي، ثقة غير عادية في استقبال الكرة. أي استقبال، أي ضربة، أي هدف، أي مهارة يا حريف. النتيجة 3 أهداف نظيفة الآن. نيمار عليه رقابة كبيرة في مباراة اليوم ويعاني للتخلص منها. هذه لعبة خطيرة هنا، تسديدة من أول لمسة وينجح في تسجيل الهدف. كبير جدا، عادوا ليسجلون مرة أخرى. أي تألق في مباراة اليوم، أي روحانية، أي قتالية، هدفين مرة أخرى في غضون دقائق. الكرة دائما أسرع من الجميع، هذا ما يطبق الفريق في هجوم المرتد. قال لك يعرف كيف يتحرك بالسرعة الكافية من الدفاع الهجوم وبعد ذلك يسجل. سيطرة غير عادية، مطلقة تماما بالطول والعرض في هذه المباراة. يلعب كرة على اليسار، كوستيتش، ثم الكرة العرضية، ينجح في تشتيت وإبعاد الكرة. يلعبها طولية، هجمة مرتدة الآن، يا لها من فرصة خط. ليونيل ميسي بدأ وكأن الكرة لم تكن في اتجاه المرمى. قدرة غير عادية في المرتدات بأقل عدد من التمريرات بفترة زمنية بسيطة. يستعيدها ماركينوس، كالولو،
ميسي. ضغط قوي وينجح في استعادتها. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. برونو فرنانديز يرفعها داخل 18. نيمار. تسديدة جاءت بعيدة، انحرفت تقريبا إلى جهة اليمين. ربما هذا هو تأثير الإحباط والنتيجة على اللاعبين. محاولة تسديدة بعيدة تروح خارج المرمى وتضيع الفريق فرصة لبناء هجمة منظمة وتهديد مرمى الخصم بصراحة بشكل أفضل. يلعبها في المس بابي، والتسلل آخر. وها هي نهاية الشوط الأول. تأكيد على المستوى الشخصي بالنسبة للاعب، التسجيل في مرمى فريقه يبقى أمر صعب محرج جدا عليه، يفقد التركيز، لكن عليه التماسك وعلى الفريق أن نسيان هذا الأمر والتفكير في أداء جيد في الشوط الثاني من المباراة. الإثارة تتواصل بعودة اللاعبين من استراحة ما بين الشوطين. أمام الفريق المنهزم 45 دقيقة، إما العودة أو الخروج من هذه المباراة بهزيمة. ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام. مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. ينجح في قطع الكرة ومنع الخطورة. كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا. ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. مبابي في وقت مناسب جدا يقطع الكرة. مساعد الحكم يعلن عن حالة تسلل. سيء، لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. نيمار. كوستيتش. نيمار. ميسي. هدف مبكر في هذا الشوط قد يعيد بصيص الأمل، لكن لابد من الحذر أن يزداد الفارق أكثر وأكثر وتصبح المباراة فضيحة مسجلة في التاريخ. يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. بينية جميلة. لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف وضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة. شيء غريب، شيء خيالي بصراحة. هجمة كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت. تدرج كروي رائع، تمريرات سريعة وقصيرة. نيمار. إيزاك. قراءة ممتازة للكرة، توقع ممتاز هنا. مبابي. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. برونو فرنانديز في المكان الصحيح، عنده خاصية قراءة اللاعب والتحرك لقطع الكرات. ليونيل ميسي. مبابي. ميسي يلعب كرة بينية وأصبح الضربة ركنية. الركنية الثانية في المباراة مقابل ولا ركنية في الجهة الأخرى. كرة تمر بسلام على المدافعين. الآن محاولة لرد الخطورة. الخطورة الآن في الجانب الآخر. دفاع قوي جدا هنا. الحكم يشير إلى وجود خطأ ضربة حرة. Substitutions taking place. Substitution. ماركينوس يتدخل في الوقت المناسب. دي ماريا. كرة من جهة اليمين. برونو فرنانديز.
تدخل رائع كان عليه يواجه الخطر قبل أن تشكل هذه الكرة خطورة على مرمى فريق باب. برناردو سيلفا لمسة على اليسار، أعتقد أن الخسارة أصبحت حتمية اليوم، لم يقدم الفريق أي شيء بصراحة يذكر تقريبا في هذه المباراة، عليه تقبل الخسارة وهذا اليوم السيء. الكرة تصل إليه، كرة عرضية من غريزمان، لاعب في وضعية رائعة جدا لمنع الكرة الأخيرة. على المدرب أن يتدخل هنا ويعرف أن الكرات العرضية ليست الحل بعد فشلها في الملعب. لديه مساحة هنا، موجود لإبعاد الكرة. أليكس غريمالدو يستقبلها في وضعية جيدة، باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. إيزاك لوك شو، شو كالولو، وهكذا انتهت المباراة مع انطلاق صافرة الحكم. أظن أن عليهم الإقرار بأن المنافس كان في غاية القوة وأنه كان يستحق الفوز. يا إلهي يا guys.
صافيه رائعه. جو كوره اليوم، جو كوره يا جماعه. لو كنت مكان لاعبين راح اسجل هاتريك في مباراه اليوم. كل شيء جاهز لمتابعه ممتعه. على هذه الأجواء الجميلة، منتظر كرة قدم ممتعة اليوم. ننتظر أن نشاهد عمل رائع من اللاعبين، يكون فيها أهداف، فيها متعة، فيها إثارة، فيها مستوى عالي، فيها كرة. لا شك أيضا النوب، هذه المشاهد من أفضل الأشياء اللي ممكن يشاهدها عشاق كرة القدم. المشاهد الرائعة جدا في المدرجات، الجنون اللي عند المشجعين، الشغف العالي، الآهات، الصوت العالي، الدعم الكبير. يا لها من أجواء جنونية في المدرجات. لا زال هناك الكثير من الأمور التي لم تبح بها المباراة بعد. برونو فرنانديز لاعب كبير بدون شك، عنده موهبة فطرية في اللعب المباشر ونقل مستوى الفريق. بات حاليا من أفضل لاعبي خط الوسط حول العالم. لمسة على اليسار، الكرة داخل منطقة الجزاء. تمريرة جميلة، اعتراف في وقت مثالي، أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم. فرص يلعبها فان باستن، أليكس غريمالدو، كرة إلى الأمام وينجح في استعادة الكرة السريعة. يلعب كرة بينية، بداية هجمة كانت مبشرة واعدة، لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين. نيمار، شو مباراة بشباك نظيفة حتى الآن. يلعب كرة للجانب الأيمن، معه الكرة ولديه المساحة ليشكل خطورة. إنييستا، إمكانية مرتدة الآن. دي بروين، حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة، لقد كان بالإمكان أفضل مما كان. ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا. كرة من جهة اليمين، برونو فرنانديز يلعب كرة، كرة رأسية وكرة ويسجلون الهدف الافتتاحي. واضح الثقة في القدرات عندما يتعلق الأمر بالرأسيات. يجب أن نشيد بصناعة الهدف، لأن الكرة العرضية المتقنة لعبت دورا كبيرا في تسجيل الهدف. التقدم في هذه اللحظات بهدف مقابل لا شيء. يلعبها على اليمين، كالولو، سرعة غير عادية ودقة في التمرير. أوزيمين، لوكشو، بينية رائعة، لمسة بينية عند المساحة الخالية، ضربة رأسية. يلعب كرة على اليسار، والآن فرصة للتحول الهجوم. فان باستن يحاول إيصال كرة إلى الأمام، لكن كرة خاطئة لا تمر. لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف وضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة. شيء غريب، شيء خيالي بصراحة. هجمة كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت. يحاول تمريرها من بين المدافعين، أوزمين، قد تكون هذه فرصتهم. أوزمين يتلقى الكرة، الكرة ملعوبة من مسافة. مبابي، كرة خطيرة أمامه، مجال للتسديد، تصويبة على المرمى. يا إلهي، ما هذه القوة، ما هذه التسديدة، ما هذه الروعة. إنها لحظة من لحظات الإبداع والإمتاع في عالم المستديرة. تسديدة غير عادية، كرة بسرعة، مع
ماكوكية تسكن الشباك وبعد ذلك هدف في منتهى نواصل المباراة وأصبحت النتيجة متعادلة. مباراة كبيرة بين الفريقين الأقوى، نتيجة متعادلة والأداء فيه ندية كبيرة بين اللاعبين على أرضية الملعب، وهو ما يعكس التوقعات قبل إقامة هذا اللقاء. وحتى اللحظة لا نجزم بتفوق فريق على الآخر في هذه المواجهة الصعبة والمتكافئة. الحكم يعلن نهاية الشوط الأول. Which way will things go in the second half? Ours, of course. ضربة البداية لخمسة وأربعين دقيقة أخرى. غوارديولا فاتت ومرت وصلت إليه. دي بروين ويمر. التسديد الآن. الحارس مرة أخرى ينقذ فريقه من كرة خطيرة. فان باستن، نعم نعم، حاول أن يسجل لكن واجه حارس غير عادي، تمكن من صدها من ردة فعل غير عادية. كرة تمر بسلام على المدافعين. لمسة على اليسار. كرة كانت في منتهى الخطورة لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله. في ازدحام تخرج الكرة والحكم يحتسب ضربة مرمى. طريقة الاستحواذ على الكرة ليست بالجديدة في كرة القدم، طريقة تطورت كثيرا عبر مراحل مختلفة. لا نشاهد فرق تقدمها وكل فريق يضع بصمة مختلفة عن الآخر، لكن العامل المشترك أنها تعتمد دائما أسلوب الاستحواذ كأهم شيء وكذلك حرمان الخصم من الكرة. كالولو فان باستن، ضغط كبير يساعده في استعادة الكرة. وصلت إليه. فان دايك دافع بشكل سليم، قرأ التحرك بشكل مطلوب، قام باتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا، ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. نيمار يحصل عليها. بابي فان باستن، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. كرة عرضية للقائم الثاني. فان باستن، كادت العقوبة أن تكون سريعة هنا. Substitution on the field. Number 11. والآن تغيير سيتم مع توقف الكرة. تغيير تكتيكي رائع هنا بدخول لاعب جيد في التمريرات. راح نشوف فكر المدرب كيف يطبق الآن في الملعب. يلعبها لمنطقة الخطر. فرصة هجوم معاكس. ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام. مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. ممتاز في التمرير والعرضية. برونو فرنانديز، حلوة الفرصة والتنفيذ والمحاولة على المرمى. كان هناك عنصر مفاجأة هنا في هذه الكرة بالذات لم يكن يتوقعها أحد. برناردو سيلفا. واضح من شراسة الفريق أمام المرمى أنه يريد الخروج منتصرا في الدقائق الأخيرة.
برناردو سيلفا. ماركينوس يلعب كرة على اليسار، يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. لمسة على اليسار، كوستيج ويلعب كرة رأسية وكرة في اتجاه المرمى. جول يا لها من متعة. هذه هي الكرة المجنونة، كرة ليس لها أمان، ليلة غير عادية. المدرب يعرف أنه مع الضغط يكون هنالك أخطاء، مع الأخطاء يكون هناك مساحات، مع المساحات هناك فرص، مع الفرص هناك أهداف. ينجحون في التقدم بالنتيجة بفارق هدف وحيد. يوان كرويف، دي بروين، هل تكون هذه فرصة تعادل؟ لم يتبقى أمامه الكثير من الوقت وعليهم استغلال الفرصة. على بعد دقائق قليلة الآن من تحقيق الفوز، يلعب كرة على اليسار. كايل ووكر يلعبها على اليمين، يحصل على المساحة وكرة عرضية، ينجح في إبعاد الكرة. انتهت المباراة. الأمر كبير جدا، عميق في نفسية اللاعبين، تجاوز مباراة معقدة صعبة في هذه الليلة والفوز فيها أمر. طابت اوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. قبل انطلاقه المباراه يبدو ان كل شيء مثالي هنا من اجل مباراه كره قدم ممتعه، لان الاجواء رائعه بشكل عام، الطقس جميل، اجواء رائعه في المدرجات، سماء صافيه، كل شيء مثالي. بقي لما يمكن ان يحدث على ارضيه الملعب على العشب برونو فرنانديز. حاول واقترب من هز الشباك هنا، كانت ستسبب العديد من المشاكل الحارس لو كانت بين الثلاث خشبات. بمبدأ الأمان يعود بالكرة. برونو فرنانديز لاعب كبير بدون شك، عنده موهبة فطرية في اللعب المباشر ونقل مستوى الفريق، بات حاليا من أفضل لاعبي خط الوسط. تسديدة من أول لمسة، ليس في هذه المرة، الكرة جاءت بعيدة عن المرمى. هجمة مرتدة سريعة كادت أن تسفل عن هدف وتوضح مدى خطورتهم. يلعبها على اليمين، بوسكيتس يلعب كرة على اليسار، كرة في المساحة الخالية ويبحث عن خيارات. لاعب في وضعية رائعة جدا لمنع الكرة الأخيرة، يلعبها في المساحة، يستقبل كرة في وضعية ممتازة، يرسلها بعيدا عن مناطق فريقه.
ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام. مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. والآن فرصة للتحول الهجوم. حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة، لقد كان بالإمكان أفضل مما كان. ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا. إنييستا مجهود رائع، كان قريب من التسجيل هنا، عليه أن يركز من تسديداته في المرات القادمة. عمل بريسنج ونجح في استعادة الكرة. غوارديولا سرعة غير عادية ودقة في التمرير. كرة إلى الأمام، إمكانية مرتدة الآن. ليونيل ميسي، الجهة اليمنى اليوم تقوم بواجبها على أكمل وجه، حتى لا نرى أكثر من كرة عرضية من هذه الجهة. واضح تركيز المدرب على هذه الجبهة واستغلالها من أجل صناعة الفارق في هذه المباراة. من الواضح الجميع دي بروين، ويعود بالكرة، تسديدة لا تصد ولا ترد، هدف ثمين بالتأكيد. واضح أن هناك عمل من المدرب بخصوص الضغط البريسنج العالي على الخصم في هذه المناطق من أجل خلق فرص أخطر على المرمى. تغيير كل شيء الآن، أصبحت النتيجة 1-0. أن تكون هذه فرصتهم. ليونيل ميسي، يا إلهي، هدف النيران صديقة. يا له من خطأ مؤسف جدا. باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. لمسة على اليسار، كوستيج. بداية هجمة كانت مبشرة واعدة، لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين. فرصة هجوم معاكس، لعبة جميلة، تسديدة أجمل، تسديدة لم تكن قوية بما فيه الكفاية. كان هناك عنصر مفاجأة هنا في هذه الكرة لم يكن يتوقع أحد. برونو فرنانديز، الحكم يشير إلى وجود خطأ، ضربة حرة. برونو فرنانديز يلعب كرة على اليسار، الآن يحصلون على الركنية. الركنية الأولى في المباراة، ينجح في تشتيت وإبعاد الكرة. الآن فرصة لهجوم معاكس، الهجوم تحول الآن إلى الجهات الأخرى. دي لورينزو، الآن فرصتهم للمرتدة. كرة من جهة اليمين، برونو فرنانديز، نيمار. الكرة بعيدة جدا وخارج المرمى. مثل هذه المواقف تبين لك قدرات إمكانيات اللاعب وأنه قادر على أن يهز الشباك من هذه المسافة. فرصة ذهبية لكن لم يترجمها إلى هدف. فان دايك، والآن إلى رمية التباس. فان دايك، خرجت الكرة الثانية لتصبح رمية جانبية. مغامرة خطيرة في هذه التمريرة. لمسة على اليسار، عند مساحة خالية على الطرف.
ضربة رأسية. الحكم ينهي شوط المباراة الأول. So it's been even so far. Which way will things go in the second half? Ours, of course. Substitution on the field. Number 13. ركلة البداية لمواصلة هذه المباراة. Coming on the field is number 7. أندرياس إنييستا. تمركز سليم لقطع الكرة. اليوم الأداء الدفاع غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. يحاول تمريرها من بين إنييستا، كرة في الشباك. الضغط يولد الأخطاء في عالم كرة القدم. إذا ارتكبت الخطأ هنا يعني الخطورة ستكون موجودة بلا شك. العقوبة بعد ذلك كانت بهذه اللقطة وبهذا الهدف. متفوقون بفارق هدف وحيد. يحاول إيصال كرة إلى الأمام لكن كرة خاطئة لا تمر. طريقة الاستحواذ على الكرة ليست بالجديدة في كرة القدم، طريقة تطورت كثيرا عبر مراحل مختلفة. الآن نشاهد فرق تقدمها وكل فريق يضع بصمة مختلفة عن الآخر، لكن العامل المشترك أنها تعتمد دائما أسلوب الاستحواذ كأهم شيء وكذلك حرمان الخصم من الكرة. يلعبها طولية. قتلت الهجمة قبل أن تبدأ. دي بروين يلعب كرة على اليسار. دي بروين يحاول استفادة من زميله في جانب الملعب. ممتاز في التمرير. يخاطر بهذه التمريرة وقد تكلف الكثير. لوك شو. بوسكيتس. كريستيانو رونالدو. ميسي. لعبة أي كلام، لم ينجح حتى في تجاوز منتصف الملعب. ليونيل ميسي. بوسكيتس. يحتسب الحكم ركلة حرة. ضربة حرة من مسافة بعيدة، أعتقد عنده حلول أفضل من التسديد. الحارس يتصدى من جديد، يتألق من جديد، حارس حديد في حديد. يحصل على المساحة، يلعبها داخل الـ18. لاعب في وضعية رائعة جدا لمنع الكرة الأخيرة. غريزمان يسددها. غريزمان كادت العقوبة أن تكون سريعة هنا. Substitution on the field. Number 11. والآن عملية تغيير. تغيير تكتيكي رائع هنا بدخول لاعب جيد في التمريرات. راح نشوف فكر المدرب كيف يطبق الآن في الملعب. يوان كرويف. يوان كرويف. والكرة لديهم الفرصة مرة أخرى. وفي النهاية كانت خارج المرمى تماما. تغييرات عديدة الآن. Coming on the field, number 22. غريزمان. Bernardo Silva. لمسة ساحرة هنا. الله الكرة جميلة. كرة لا تمر، تمنع حدوث ربما سيناريو سيكون صعب على الفريق. لا يرغبون في التراجع والدفاع فقط، يهاجمون، يتقدمون، يحاولون أن يصلوا إلى هدف التعزيز في هذه المباراة. غوندوغان عند المساحة الخالية على الطرف. كوستيتش.
بوستيتش. بوستيتش كرة عرضية، كرة راسية، وضاعت فرصة محققة لإدراك التعادل. الحارس كان حاسما هنا، اتخذ القرار الصحيح وتقدم ليمنع الخطورة، بالتأكيد أنه نجح في ذلك. تحرك جميل بالكرة، ينجح في المرور، هذه فرصة خطيرة. إنييستا، ميسي، ويسدد. كرة خطيرة نحو الأمام، فكرة ممتازة ولكن التنفيذ لم يكن جيد. والآن وقت إجراء تغيير مع توقف اللعب. إضافة مميزة لخط الوسط لأنه يعرف كيف يمرر الكرة وكيف يصنع الخطورة بلمساته. لمسة بينية، أي دفاع هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار هذا؟ وتسلل آخر. الآن فرصة لقتل المباراة وحسم النتيجة في الدقائق الأخيرة. لدينا تغيير جديد هنا. There will be 5 minutes added time. كريستيانو رونالدو. تونالي يرتكب مخالفة واضحة جدا. أنتوني غريزمان. تونالي. وهكذا انتهت المباراة مع انطلاق صافرة الحكم. هذه من المباريات